السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا راح يكون عن ورشة الحدادة وكيفية إنهاء مهامها بما يقارب النصف ساعة لا أكثر، وراح أشرح لكم جنود الثكنات الأربع: العربات والفرسان والميليشيا الرامي والدفاع الثكنة. فراح نشرح لكم الجنود، كل جندي وإيش قوته في الهجوم والدفاع ومهاراته اللي يستطيع أن يقتنيها. فعندكم الحين ورشة الحدادة. أول شيء راح نسوي راح نروح عند الحقيبة، بعدين المتجر أخرى، راح نشتري حجرة تقنية مستوى واحد 110 ب550 ذهبة. حلو، راح نشتري ب110 ب150 ذهبة. أنا اشتريته عشان كذا ما بشتري. فنحتاج 110 من حجر التقوية مستوى واحد، غير كذا بعد ما نشتري الحجر صندوق التخزين الموارد اللي راح نحتاجه. نحول الحجر هذا، راح يكون عندنا هنا 110، نضغط عليها جمع 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 لين ما يصير عندنا 127 حجر تقنية مستوى 2. ونحتاج أقل شيء 11 حبة من حجر القوة، حجر التقوية. وغير كذا عندنا المعدات هذه راح نحتاجها عشان نصنع فيلتات. فراح يتطلب منك إذا ما أنك ما سويت ولا أي مهمة، 100 مهمة من التقوية، 27 مهمة من التنقية، والباقي أعتقد 40 إلى 30 مهمة من تكوين العتاد. حلو، أو صنع العتاد. فإيش راح نسوي؟ راح نروح على التصنيع. تصنيع نصنع مثلا سيف مستوى واحد، نختار كلها على الصفر، يعني نبغى أبيض، أهم شيء يكون أبيض أو أخضر، ما يزيد عن الأخضر والأبيض. هذا واحد أخضر طلعنا، حلو، مدام طلع أخضر خلاص ما نبغى. نروح هنا نبغى أبيض، عندنا أبيض واحد. عندنا خلص الأبيض أعتقد. نروح على ما في نسمع، عندنا أبيض عندنا أخضر، نجرب ممكن يطلع لنا أبيض أخضر، المهم نبغى أخضر أو أبيض. فلو كانت كلها أبيض واحد أخضر يكفي، أما لو تبغى تسويها كلها أخضر كلها أبيض فما في فرق. أما الأخضر نبغاه بس في التنقية، فأنت سوي واحد أخضر عشان التنقية والباقي كله أبيض، ما هي مشكلة ما راح يأثر. الحين صنعنا عتادين تقريبا أو ثلاثة، اللي هما هذا وهذا وهذا. فنروح على أول نسوي تقوية واحد، نسوي تقوية واحد، اثنين، ثلاثة، وقف بس. حلو، نروح اللي بعده وهكذا. هذا خلصناه، نسوي لهذا تقوية. حلو، نرجع مرتين نسوي لهذا تقوية وخلص. بعد ما تخلص سوي تفكيك، حاول انك انت ايش تخلي عندك ازرق اخضر، ما يعني عتاد اخضر عشان تحتاجه في التنقية. فنسوي هنا تفكيك، راح يرجع لنا احجار القوة والموارد تقريبا، راح ياخذ 25%. يقول لك 75 من احجار التقوية، هل تريد تفكيك؟ يقول لك انه حياخذ، يعني اذا قويت ثلاث مرات أربع مرات أنت راح تقوي عشان توصل مستوى ثلاثة، هياخذ منك حجر واحد تقوية. فشوف هنا حيصير عندك ثلاثة حجران، واحد اثنين ثلاثة، أنت استخدمت أربعة. نسوي تأكيد تفكيك وهكذا، صنع وفكك صنع وفكك إلين ما توصل لحد المطلوب. فأنا تقريبا فككت الحين، كملت المهام حق التقوية كلها 100 مرة، قويت 100 مرة. فما أبغى أقوي كمان، يعني قم بتقوية المعدات 30 مرة، أنا قويتها 70 مرة الحد اللي يحتاجه. فإيش راح نسوي الحين؟ اختار عتاد أزرق، قول مثلا أخضر عفوا مش أزرق، هذا سوي تنقية واحد، اثنين،
ثلاثة. أربعة. خمسة. راح أوقف التصوير وأرجع لكم بعد شوي لما أخلص. باك. طبعا الحين قربنا ننتهي من أحجار التنقية، فأنت اشتري 27 حجر وخلصها كاملة مرة واحدة، يعني عشان تتأكد أنك إيش كملت مهام التنقية. هي 27 مهمة لا أكثر. آخر مرة انتهينا من مهام التنقية، انتهينا من مهام التقوية. يا شباب بعطيكم معلومة، لو نقصت عليك مواد تقوية ارجع فين على الارتداء، وحاول انك ايش مثلا هذا السيف، حاول انك تسوي ايش تفكيك، يعني خلي الامير يسلح العتاد وحاول انك تسوي ايش تفكيك مرة ثانية، عشان ايش ترجع لك نقاط قوة تقوية وترجع تقوي من جديد. لا تعطل نفسك ولا تتعطل. فأعتقد الحين إن أنا إيش انتهيت من مهام الأمير الحدادة، فنسوي الحين الجائزة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ألف مبروك عليك يا أبو سيف، أنهيت مهام الحداد. ألف 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 مبروك. طبعا جاتك هدايا، أتمنى من الشباب إنهم يطبقوا نفس النظام. الحين صار مع 9 مليون خشب و9 مليون قمح، ما أعتقد إنه راح ينقصوا شيء بعد الآن. وأما شرح الجنود، أنت تروح على تدريب مثلا تضغط وين على هذا، راح تحصل القوة هنا ما يواضح شيء. فانت لو تضغط على هذا يمكن الحصول على مكافأة الهجوم في معارك الموارد. طيب حلو، هنا بقول لك يزيد من سرعة المسيرة بنسبة كبيرة، الهجوم على قوات العدو البعيد بنسبة محدودة. حلو، الهجوم عندك 40، الدفاع 14، فايش مهارات هجومية والهجوم اقوى من الدفاع. انت تقول هذا ايش مهاجم. نرجع مثلا للعربات، تروح مثلا على قاذفة الصخور، ايش تحصل فيها؟ هناك مكافأة هجوم اثناء الهجوم على القلعة، هذه افضل حاجة انك تهاجم فيها على القلعة. عندك يزيد من مسافة الاطلاق زيادة كبيرة. عندك هنا يزيد من قوة الهجوم بنسبة كبيرة لكن سرعة الهجوم بطيئة جدا. فهذا ايش نقول قوات هجومية. انت شوف عندك الهجوم كم والدفاع كم، الصحة كم، مسافة الهجوم بعيدة، فهذا جدا مفيدة ونسبة انه وفاتها جدا قليل بالنسبة لانها تهاجم من مسافة بعيدة. وانت لو تيجي عند محطم الاسوار تحصل قوة دفاع اكثر، هناك مكافأة دفاع اثناء الهجوم على القلعة. هناك يزيد الحمول بنسبة كبيرة لكن اقل من سرعة المسيرة، يمتلك نقاط صحة ودفاع عالية. هذا ايش مهاجم، وهذا هذا مدافع عفوا. اربع محطم الاسوار مدافع، قاذفة الصخور مهاجم. العربات ما فيها اكثر من عربة هجوم وعربة دفاع، فانت لو تيجي على مستوى 6 راح تحصل ايش دفاع اثناء الهجوم، فانت تحصل 6 دفاع، 7 هجوم، 8 دفاع، 9 هجوم، 10 دفاع. شايف مكافأة، هناك مكافأة هجوم اثناء الهجوم على القلعة. ف يعني هتحصل كل شيء موجود قدامك، ما يحتاج له شرح. اهم شيء اني شرحت لكم الحدادة، الحمد لله اكتملت عند ابو سيف، واتمنى الجميع تكتمل عنده. السلام عليكم.